السلام خوشي، معكم كازا فيديو جديد ان شاء الله. اليوم خوشي كنقلب فيسبوك كنضرب في جروبات وانا نقام كيدو على كيفاش واش يجي شي فيزا، واش الا حرك شي فيزا خوشي في اوروبا، واش خاصك تبدل الباسبور، واش تخلي فيزا والمشاكل ديالها ولا خليتيها في باسبور، شنو كيطراو المشاكل اللي كيطراو لك كيواجهوك، واش تحيدها ولا ما تحيدهاش، كيفاش تبدل الباسبور وفي فيزا. اليوم في هذا الفيديو جاوبكم على كاع الاسئله ان شاء الله، وان شاء الله نجاوبكم على الاسئله. معكم كازا بغرو فيديو جديد ان شاء الله، نتمنى يلقاكم الفيديو على خير. اليوم اخويا كنقلب فيسبوك لقيت بزاف الناس كيسولوا كيفاش الا حرقنا فيزا، جينا فيزا اوروبا خوتي وحرقناها، واش نبدلو الباسبور واخا فيه فيزا، واش نخليو واش نخليو فيزا، وشنو هو المشكل ديال البصمه ديال الشنغن اللي درتو بقا ما تدخلو خوتي الاراضي المغربيه ولا الجزائريه قبل تجيو اوروبا، راكم درتو واحد البصمه ديال الشنغن. وعاوتاني اخوتي على واش الباسبور فيه فيزا وحرقتوها، واش كيخطر لك ديك المشاكل، واش خصك تحيد تبدلو الباسبور، كله كيقول كله كيعطي اقتراحات. ولا واش بغيتكم اخوتي الجواب ديال الاسئله كاملين، وكانت الناس بزاف غاطين بزاف هادشي اللي عجبكم الفيديو، والفيديو مهم بالنسبه ليا وبالي بان اليوم بزاف كيهضروا عليه، مهم وغيفيدكم اخوتي. بالنسبه اخوتي اللي جا فيزا وحرقه هنا حتى بالشرب اخوتي، واحد الفكره اول حاجه بان كنهالي خدمت تاخد فيزا راك سنيت على واحد الورقه في القنصليه ولا فين بصمتي، راك بصمتي صباعك كامل اخوتي وسنيت على واحد الورقه كتقول بانك ورقه فيها كتقول بانك انت غتمشي في فاكونس لهذيك البلد الاوروبي، هذيك البلد الاوروبي كتمشي لهم بان كنتعهد انني غنرجع للبلاد ديالي. التعهد اللي تعهدتي راك سنيتي فيه اخويا، التعهد كيتسمى بانك تسمى فيزا شنغل، البصمه الشنغل، وسنيتي عليها بانك غتمشي غدوز غير السياحه ولا دراسه ولا شي حاجه وغترجع لبلادك، وكتبت لهم انك ما غنحرقش، وقلت لهم هذيك السينيات اللي كتعني انك ما غاديش تحرق اخوتي. واليوم اجي نقول لكم بان ديك الفيزا هذيك البصمه كتبقى 6 شهور، كتبقى معك 6 شهور الله يحفظ، الا حرقتي كتبقى 6 شهور وانت كتسمى عندك البصمه ديال الشنغل. باش ما تجنب المشاكل حاول في ديك 6 شهور الاولى حرقتي فيها وعندك الفيزا، حاول كي اخطر 6 شهور كتكون عندك البصمه ديال الشنغل، هي احكم في القانون ديال الشنغل بانك حرقتي فيزا وجيتي الاراضي الاوروبيه وحرقتي هذيك. حاول ما دير شي مشاكل، حاول ما يتمش القبض عليك في هذيك المده تكون اخطر مده، الا حتى لاحظت شدوك وعندك باسبور في فيزا شنغن وباقا الفيزا الله ما تبت 6 شهور يقدروا يردوك ديك الساعه اخويا، ديك الساعه البلاد حيت انت مسيني وعندك باسبور وعندك فيزا، ديك الساعه ترجع وكيطرا لك مشاكل. وبالنسبه للناس اللي يقول لك واش نبدلو باسبور ماشي ضروري تبدلو، ولكن الا كنتي خايف من 6 شهور الاولى، من 6 شهور الاولى اللي فتيها ما عندكش تبدلو، يبقى عندك باسبور غير انت باسبور خبيه وهز فوتوكوبي ديالك اخويا ودور به كيف ما درتي، ما كاينش مشكل. وحاول ما عاود 6 شهور تجنب الاولى، وفي حاله ما لخفتي وقلتي اجي نحيدك تغامر 6 شهور كتبدل الباسبور، وهاد العيبه ديال الباسبور شحال واحد كيفاش نبدل الباسبور وانايا عندي في فيزا. كاين اللي قال لي واحد السيد ضحكني في الكومنتير قال لي شوف خويا قطع عليك الورقه اللي فيها الفيزا، الا قطعتي اخويا ديك الورقه اللي فيها الفيزا كتلقى مشاكل بزاف مشاكل، علاش؟ حيت مالك تبغي تصيب ورقتك في اسبانيا هنايا كيقول لك جيب لنا هذاك الورق، كيقول لك دير لنا فوتوكوبي ديال الباسبور ديالك كامل ورق كامل، وانت مقطع ورقه كي غادير لهم هادشي بورقه ناقصه، ميمكنش اخويا غادير المشاكل راسك. ولا تيري بغيتي تمشي حتى للقنصلية وتبدل الباسبور غادير لهم غيلقاو ورقه ناقصه مقطعه غيقول لك مشاكل. واحد اخر قال لهم عاوتاني صبنوا، قال لك غادي تصبنوا تقدر تدوز، قال لك صب، قال لي صبنوا ديروا السروال تجيرو شي لعيبه وصبن الباسبور وديك الساعه سير بدلو. قال لك ما خويا هادشي كامل ما منوش، ولا قال لك وضروا وسير ديكلاري قول لهم توضر ليا وكذا وعطا هادي فيزا الا وضرتي، ولكن الا توضر لك انت ما تحاولش ما عندكش تصبنوا ولا تمشي توضروا تشد ديكلاري عند البوليس قول لهم رد عليا الباسبور. من الاحسن اخويا الطريقه مجربه غتمشي للقنصليه غتقول لهم بغيت نبدل الباسبور ديالك، ما غيسولوك على والو، قول لهم غيقول لك باقي في فيزا قول لهم بغيت نبدلو، تقريبا غيتقام عليك بين 70 اورو 80 اورو غتبدلو، كدوز شي 20 يوم كيطلبوا لك فوتوكوبي ديال القديم. انت اصلا الباسبور كدير به شهاده السكنه، كدير معك شهاده السكنه وكدير معك باسبور ديالك
وكدي معك لاكارت ناسيونال وكدي معك التصاور وكدي معك الفلوس ديال الشامبر 70 يورو تقريبا بحال 80 يورو وكتعطيه لهم كيقول لك 20 يوم ولا شهر نعيطوا لك وكتجي تاخذ باسبور داك تاخذ باسبور داك كديروا باسبور قديم كيتقبوه وكيعطيو لك بجوج ديو معك ما تقطع لا ورقه منه ما تصبنو ما توضرو ما حتى حاجه خويا حافظ عليه ما عندك منش خاف وباش تبدل باسبور ساهل طريقه تبدلو راه عادي ما تقولش ما كانوا يبدلوش لك لا سير عندهم القنصليه راه كيبدلو عادي جدا هذيك شحال هذيك كانوا كيعكسوا دابا لا بغيت بدل باسبور سير بدلو وبالنسبه اللي ما بدلتيش حاجه ما بدلتيش راه عادي الا ما بدلتيش اخويا الباسبور لا 6 سنوات حرك شي فيزا كتمشي تدفع القانون ديال الريكول سوسيال راه ما كيسوقوش كاع الفيزا بالعكس الفيزا بروفا بانك دخلتي لديك الارض الارض الفلانيه بانك النهار دخلتي فيه وعادي ما تخممتش شي حاجه خوتي وبالنسبه للنصيحه جي شي فديك 6 شهور الاولى بدلو ما بدلتيش ديك 6 شهور اللي فات ديك 6 شهور الاولى كتسقط عليك البصمه ديال الشينغن وديك الساعه خويا غبقى غنخلي الا فات 6 شهور ما بدلتيش غنخلي اخويا ما تخممتش شي حاجه يولي عندك بحال بحال اللي ما عندوش بحال بحال اللي عنده باسبور وبالنسبه للنصيحه نصيحه زوينه بحال كنتي باغي تجي لاسبانيا وباغي تحرف اسبانيا اخوتي حاول تجيب فيزا واخا الشينغن كامله دفع خصوصيه فرنسيه باش تجي لاسبانيا باش يكون عندك بحال ما باغي تحرك فرنسا دير فيزا اسبانيا فهمتي دابا الشينغن راه كلهم شينغن عندك حق دور اوروبا كامل اتحاد اوروبي كامل ولكن بحال واحد كيبيع بلي اس كتسمى بلي اس ديال كاينه بلي اس فيزا ديال اسبانيا وكاينه ديال فرنسا بحال باغي تحرك فرنسا من الاحسن مستحسن كتاخذ فيزا من عند اسبانيا كتشي باغي تبقى في فرنسا ولا بلجيكا كتاخذ انت العكس كتقلب ما كتحاولش الدوله اللي باغي تبقى فيها باغي تستقر فيها حاول تاخذ فيزا في دوله اخرى باش تشريش دوك الكونترول وكذا ولا شدوك شي بوليس كيلقاو فيزا كيلقاوك شويه بحال فيزادو الاسبانيه ولا كيلقاو فيزا فرنسي كيلقاو بانك الدوله ماشي اللي عطاك فيزا الدوله الاخرى عطاك فيزا اللي بغات يعطوك شي مشكل وبغاو يكثروا معاك كبروا معاك ما كيحرحلوكش هما كيصيفطوك للدوله اللي عطاتك فيزا بحال شدوك فرنسا عطاتك اسبانيا عطاتك فيزا كيشدوك يدوك حتى كتمشي حتى كيصيفطوك لاسبانيا اسبانيا عندها حق ترحلك الدوله اللي عندك تبع الحق اللي عطاتك فيزا اللي عندها حق ترحلك حيت هي بصمتي فيها وقلت لهم انا راه كنتعهد باني كنرجع وعندك حق هذيك الشهر الاولى اخوتي ومن وراها ما كيبقى عليك حتى شي مشكل 6 شهور كتولي صافي ما كتبقاش بحال مصمه حتى حاجه وكنتمنى يكون هذا الفيديو جمعت فيه كاع الاسئله اللي كتدور على قول الباسبور جيت حارق واش نبدلو وانا خويا ما كننصحكش واش جي حارق ولا ما قلتش لك حارق ولا قلت لك الا الناس دانس نصيحه ومعلومه كنعطيك ماشي كنقول لك دير انا كنعطيك المعلومه اللي كاينه ونصائح ما كنقولش حتى دير ورا الناس تكركم بعقلكم وكذا اللي بغى يحرق الله يسهل عليه اللي بغى شي حرق كنحرر حتى شي واحد كنجيب لك المعلومه وكنفيد الناس حيت الناس غالطه كنبغي نصحح الناس وهذا ما طرق سير واش بدي الباسبور سير القنصليه ما كاينش اللي يقول لك عندك فيزا ولا حاجه حرقتي ولا لا راه قنصليه عادي وما تخافوش شي حاجه ونتمنى يكون الفيديو نصحتكم فيه مزيان وما تنساوش كومونتير يعني شي سؤال كومونتير كنجاوب كلشي في الكومونتير وجيم وبارطاج الفيديو باش تشجعوني لي جيم اخويا شي حاجه وصلوا الفيديو 200 جيم على الطرف الصغير 200 جيم ماشي شي حاجه تفرشي الفيديو عجباتك عطاتك نصائح مفيده دير لي جيم اخويا باش تشجعني ندير فيديوهات اخرين وتولي في راسكم كما كنقصر الغربه وبقى مع واحد السينماتيك نصور لكم ان شاء الله.